نشرة الحادي عشر قبل منتصف الليل، والبداية بأبرز العناوين. سرايا الدفاع البنغازي تسيطر على منطقتي السلطان والجلداية غربي المدينة وتنفي أنباء أسر العميد مصطفى الشركسي. تسجيلات مسربة تظهر مشاركة دول غربية إلى جانب حفتر في حربه على بنغازي، والمؤتمر الوطني يقول بأن صمت أطراف حوار صخرات بشأن مشاركة قوى أجنبية لدعم حفتر يجعلهم طرفا في هذه المؤامرة. مجلس شورى مجاهدي درنا يعلن إيقاف العمل بالمحكمة والشرطة حفاظا على أهل المدينة من قصف مجرم الحرب حفتر. أهلا بكم. قالت مصادر تابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي الأحد أن سرايا سيطرت على منطقتي السلطان والجلداية غربية مدينة بنغازي. المصادر ذكرت أن اشتباكات بين سرايا وقوات مجرم الحرب حفتر غرب بنغازي، استطاعت قوات سرايا من خلالها السيطرة على عدة مناطق وغنم دبابة ومدرعة وذخائر وآليات أخرى. يشار إلى أن سرايا الدفاع عن بنغازي وغرفة عمليات تحرير جدابية قد سيطرتا في الفترة الماضية على عدد من مناطق جنوب جدابية. قال مصدر مطلع بمدينة بنغازي الأحد أن طائرة أجنبية موالية لمجرم الحرب حفتر قصفت المحور الغربي بالمدينة مخلفة أضرارا ببعض مباني المدينة. المصدر أضاف أن قصف مجرم الحرب حفتر أدى إلى سقوط بعض المباني السكنية بمنطقة الفكعات، مشيرا إلى أن القصف طال أيضا أحد المساجد بالمنطقة مما أدى إلى سقوط جزء منها. يشار إلى أن تسريبات من قاعدة بنينا أكدت مشاركة قوات أجنبية بطائرات حربية وبجنود أجانب موالين لمجرم الحرب حفتر في حربه على مدينة بنغازي. هذا وقالت مصادر عالمية تابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي الأحد أن طائرة تابعة لمجرم الحرب حفتر قصفت منطقة السلطان غربي المدينة. المصادر ذكرت أن الطيران استهدف قوات السرايا أثناء تقدمهم باتجاه المدينة قادمين من الطريق الصحراوي جدابية. وكما ذكرت أن الاشتباكات مستمرة في منطقة المجرون بين قوات سرايا الدفاع عن بنغازي وقوات تابعة لمجرم الحرب حفتر. يشار إلى أن سرايا الدفاع عن بنغازي سيطرت الأحد على مناطق السلطان والجلداية غربية مدينة بنغازي. نقلت وكالة بشرى الإخبارية الجناح الإعلامي لسرايا الدفاع عن بنغازي الأحد خبر أسر المتحدث باسم السرايا العميد مصطفى الشركسي. مصادر إعلامية ذكرت أنها تواصلت مع عدد من قادة سرايا الدفاع عن بنغازي ونفوا ما يشاع على صفحات التواصل الاجتماعي حول أسر المتحدث باسم السرايا. وكما أكدت المصادر أن العميد موجود مع قوات السرايا. يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام التابعة لما يعرف بعملية الكرامة قد نشرت في وقت سابق خبر أسر العميد مصطفى الشركسي في منطقة السلطان غربية مدينة بنغازي. نشر مركز السرايا الجناح الإعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي فيديو على صفحته الرسمية يوضح سقوط طائرة ميك 23 تابعة لقوات مجرم الحرب حفتر في الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك. هذا وكان مصدر من مدينة بنغازي قد صرح أول أيام عيد الفطر بسيطرة مجلس شورى المدينة على مصيفي المعلمين والأصيل ملحقا أضرارا بشرية في صفوف مجرم الحرب حفتر، إضافة إلى إسقاط طائرة وتدمير عدد من الأليات والمدرعات والدبابات التابعة لقوة الأخير. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو مجلس شورى ثوار بنغازي محمد سعد. بداية سيد سعد، ما هي آخر التطورات الميدانية داخل مدينة بنغازي؟ والله السلام عليكم أولا. وعليكم السلام.
الامور في المحاور بالنسبه لمدينه بغادي الامور هاديه نسبيا، بالنسبه لمدينه بغادي داخل مدينه بغادي الامور محاور ان شاء الله هاديه نسبيا. لكن انا بنحب نوصل رساله لاهل بغادي جميع اهالينا في المنطقه الشرقيه بالكامل ابتداء من مدينه جداد عند مساعد، نطمن اهلنا في مدينه بغازي اننا جئنا لدفع عنهم الظلم ولم ناتي للانتقام او للافساد بالارض كما سوق الاعلام الماجور الذي يبث من داخل غرفه عمليات الامارات. نعم. بغازي مدينتنا وانتم اهلنا، ولا يخفى على احد حجم الفساد الذي مسيره عمليه الكرامه للعوده الازلام والظلم الذي وقع على اهلها. نحن ابناء مدينه بغازي وثوارها نازحينها ومهجرينها راجعين الى مدينتنا التي من اجلها ظلما وعدوانا، ولا حق لاي احد ان يمنعنا من دخول الى مدينه بنغازي. طيب سيد سعد، بخصوص التقدم الاخير لسرايا الدفاع، ما هي الحصيله النهائيه لهذا التقدم؟ وهل لديكم اي شهداء او جرحى من خلال هذا التقدم وسيطرتكم على الجلدايه ومنطقه سلطان؟ نعم، قوات سرايا دفاع عن مدينه بنغازي وجدابيا حققت تقدمات كبيره على المستوى الميداني والعسكري. امورنا ان شاء الله 5 على 5، امور الشباب ما شاء الله معنوياتنا مرتفعه باذن الله. اليوم او غدا باذن الله حتسمع اخبار طيبه، سيطرنا على اكثر من مناطق. بالعكس كيف ما كان يسوق اعلام كرامه ان اهالي المنطقه الشرقيه كلهم ضامنين الحفتر، بالعكس والله لقينا ترحيب من العديد من المناطق، اغلب الشباب والله في منهم حتى نزلت حتى الدمعه نتاع اهالي المنطقه الشرقيه استقبلونا، قالوا والله احنا ظلمنا ونحن كما تقول سمعنا عليكم كلام مش مضبوط، لكن انتم هالبرقه وهالبغازي اغلب الشباب اللي قاعدين جو مع قوه دفاع عن بغازي وجداد، الشباب من برقه وصولهم برقويه، شباب من داخل بغازي من منطقه جدابيا من سي خليفه من دريانا، معنا شباب من دارنا، اغلب الشباب صور مدينه بغازي اللي صدوا الرتل ينقطوا رتل القذافي، هم تو الشباب نفس الشباب اللي قادمين الى مدينه بغازي تحريرها من الازلام. نعم. عديد الكرامة عديد الطواغيت. طيب سيد سعد، تناقلت بعض القنوات التابعة للكرامة بعض الشائعات، آخرها كان أسر العميد مصطفى الشركسي وتم نفي هذه الشائعات من قبلكم، برأيك ما الغرض من هذه الشائعات؟ والله الغرض منها ان باش يحققوا مكاسب سياسيه، هي عباره عن اشاعات ينشرها الاعلام الفاسد لاعلام الكرامه. لكن بالنسبه للاثر العميد مصطفى الشركسي نقول لهم انا بنحب نقول لهم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، نزلوا لنا صوره، نزلوا لنا مقطع فيديو، ونحن نزلناه كم صوره للعميد مصطفى الشركسي ونزلناه كم مكالمه صوتيه للعميد مصطفى الشركسي اليوم، وانتم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، او نزلوا لنا حتى يا سيدي صوره، نحن معكم نزلوا لنا صوره. نعم، إذا عضو مجلس شورى ثوار بنغازي محمد سعد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نشر موقع ميدل إيست أي تسجيلات صوتية تكشف دعما بريطانيا فرنسيا أمريكيا لقوة مجرم الحرب حفتر من خلال قاعدة ابننا الجوية. وحسب التسجيلات الصوتية التي نشرها الموقع في تقريره الذي نشر الجمعة، فإن طيارين أجانب يشاركون في تنفيذ غارات جوية مساندة لمجرم الحرب حفتر. وجاء في التسجيلات أن القوات الغربية الموجودة في ليبيا لا تقوم فقط بمهام المراقبة والاستطلاع كما هو معلن في التصريحات الرسمية لتلك الدول، لكنها تشارك في تنسيق وتنفيذ الضربات الجوية إلى جانب قوات ما يعرف بالكرامة لمساعدته في السيطرة على بنغازي. اعتبر المؤتمر الوطني العام أطراف حوار صخرة صامتة عن ما تم تداوله من تسريبات تؤكد مشاركة قوى أجنبية لدعم مجرم الحرب حفتر، اعتبرهم طرفا في المؤامرة محملا إياهم المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية كاملة. وأضاف المؤتمر الوطني العام في بيان له السبت أن صمت العالم بأكمله بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة وممثل أمينها العام عما يجري في مدينة درنة من استهداف للمدنيين يبين وبوضوح حجم المؤامرة على الوطن. أفادت مصادر عالمية لاحظ بتجدد الاشتباكات بين قوات الثوار وما يعرف بتنظيم الدولة وسط مدينة سرت. المصادر قالت أن قوات الثوار استهدفت بالمدفعية الثقيلة ما يعرف بتنظيم الدولة في محيط مجمع قاعات باغادوغو، وكما ذكرت أن عددا من القتلى والجرحى لقوات التنظيم من بينهم قياديان أحدهم سوداني الجنسية والآخر تونسي. يشار إلى أن قوات الثوار سيطرت على عدة مناطق حيوية بمدينة سرت بعد اشتباكات دارت بينها وبين ما يعرف بتنظيم الدولة منذ أسابيع.
أعلن مجلس شورى مجاهدي درنا الأحد إيقاف العمل بالمحكمة والشرطة ومغادرة مقراتها حفاظا لدماء أهل المدينة وحتى لا تكون سببا يتذرع به مجرم الحرب حفتر لقصف المدينة. المجلس أضاف في بيانه أنهم قاموا بتسليم الفندق والميناء والتقنية الطبية للإدارات المسؤولة عنها، مشيرا إلى أن ما يشيعه مجرم الحرب حفتر من تواجد قوات المجلس في تلك المقرات يعتبر كذبا. أصدر عدد من المجالس بمدينة الزنتاني بيانا نفوا فيه إطلاق سراح سيف القذافي. البيان صدر بتوقيعات المجلس البلدي زنتان والمجلس العسكري لثوار زنتان ولجنة الاجتماعية بالمدينة. وأكدت المجالس في بيانها بأن المتهم موجود في السجن ولن يتم إطلاق سراحه بغض النظر عن التصريحات المرئية أو المسموعة. وأوضح البيان أن أمر التصرف في موضوع سيف القذافي سيكون وفق الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشعب والمتهم تحقيقا للعدالة حسب البيان. سيف القذافي باقي في جلباب أبيه نحو 40 عاما، ثم كان سيف أبيه خلال ثورة 17 من فبراير بين بقائه محبسا وإطلاق سراحه، تأكيدات متضاربة. المزيد في سياق التقرير التالي. خبر إطلاق سراح سيف القذافي من محبسه في قرية الزنتان الجبلية التي تبعد 180 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس بين تأكيد ونفي، قول بأنه خرج وآخر بأنه لم يخرج. ففيما أكد أحد محاميه الإربعاء الإفراج عنه ومغادرته سجنه في الزنتان وفقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان طبرق، جاء تأكيد مناف لذلك في بيان صدر الجمعة عن مجالس الزنتان الثلاث، أوضح أن سيف أبيه لا زال رهين محبسه. سيف القذافي الذي فقد 3 من أصابع إحدى يديه في غارة صاروخية لطيران الناتو حسب قوله، كان قد تورط في أعمال وصفت بأنها جرائم ضد الإنسانية أثناء ثورة 17 من فبراير، وحكم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ربطت بين سجنيه في الزنتان ومقر محاكمته في طرابلس. التهم التي وجهتها محكمة استئناف طرابلس للقذافي الابن كان من بينها المشاركة في قتل الليبيين أثناء ثورة 17 من فبراير عام 2011، والتحريض على القتل والإبادة الجماعية والنهب والتخريب، وارتكاب أفعال غايتها إثارة الحرب الأهلية في البلاد وتفتيت الوحدة الوطنية وتشكيل عصابات مسلحة وجرائم أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري وترويج للمخدرات، أفضت إلى الحكم عليه في 28 من يوليو عام 2015 بالإعدام مع آخرين رميا بالرصاص. سيف القذافي يحتجزه فصيل مسلح في الزنتان كان قد أوقع به مع عدد من مرافقيه في كمين بالقرب من بلدة أوباري جنوب غربي ليبيا عام 2011، عندما كان بصدد محاولة يائسة لمغادرة البلاد في دولة النيجر، وظل محتجزوه يرفضون تسليمه للسلطات الليبية في طرابلس بحجة الخشية من هروبه من قبضة العدالة. الابن الذي عاش في جلباب أبيه نحو 40 عاما، سواء أنجح في الإفلات من قبضة معتقليه في الزنتان أم لم يفلح، سيبقى طريضا للعدالة الدولية. فمحكمة الجنايات الدولية طالبت السبت بالقبض عليه وتسليمه إليها فورا لمحاكمته بتهمة مزدوجة مفادها القتل والاضطهاد للمدنيين الليبيين. استنكرت هيئة علماء ليبيا ما ورد في منشور لموقع منسوب للشيخ ربيع المدخلي، واعتبرته تدخلا سياسيا غير ناضج ولا مدروس في شأن ليبيا الداخلي وتحريضا على الاقتتال في ليبيا. الهيئة دعت في بيان لها الليبيين إلى عدم اتباع ما ورد في هذا المنشور لما فيه من التحريض المباشر والغير المباشر ولمخالفته لشرع الله وواقع البلد حسب وصف البيان. وأكدت الهيئة أن الحرب الدائرة في بنغازي اليوم ليست حربا بين جماعة الإخوان المسلمين وأهالي المدينة، إنما هي حرب تحرير يقودها فئة من شباب بنغازي ضد كتائب المجرم الانقلابي حفتر حسب تعبير البيان. هذا ودعت رابطة علماء المغرب العربي السبت المسلمين في البلاد المغاربية عامة وفي ليبيا خاصة أن يستعصموا بكتاب الله وسنة رسوله وأن يلزموا غرز العلماء الربانيين الصادقين.
الرابطة في بيان لها استنكرت دعوة الشيخ ربيع المدخلي إلى ما أسماه بالشباب السلفي في ليبيا إلى القتال مع قوات مجرم الحرب خليفة حفتر، معتبرة أنه كال فيها التهم جزافا وتلفيقا لمفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني وأنه خلط للواقع وتزوير للحقائق. وأضافت الرابطة أنه من الواجب الشرعي على العلماء تبيان الحق للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف في وجه الفتن وتحذير شباب الأمة من دعاة الزيغ والضلال حسب تعبير البيان. هذا وأطلق عدد من مشايخ ونشطاء السعودية ودول الخليج تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردا على ما جاء في بيان الشيخ ربيع المدخلي بشأن ليبيا، وحملت التغريدة عنوان المدخلي يدعو للثورة في ليبيا. فيها بعد الفاصل. العثور على جثمان شخص مجهول الهوية معلق على أعمدة الكهرباء كان يحاول سرقة الأسلاك الكهربائية بمدينة سبعة. ومهما اعتمدتم على قصف الطائرات فإنا توكلنا على رب السماوات وبإذن الله سنسقط الطائرات. وبإذن الله أهلا بكم من جديد.
قال المكتب الإعلامي بوزارة الكهرباء الليبية إن الشرطة عثرت الجمعة على جثمان لشخص مجهول الهوية معلق على أعمدة الكهرباء خط 11 فولت في أحد المزارع الواقعة بالشريط الأخضر بسبها. وأضاف المكتب أن دورية انتقلت إلى مكان الواقعة وبالتعاون مع أفراد قسم التحكم في شركة الكهرباء تم إنزال الجثمان حيث وجد متفحما بشكل كامل وبيده مقص أسلاك. وبحسب رئيس وحدة التحقيق فإن هذه الحالة هي السادسة التي تسجل خلال هذا العام. لصوص هو تزج بهم عصابات متخصصة في سرقة الكوابل النحاسية فترسلهم إلى الموت على أعمدة وأبراج خطوط نقل الطاقة الكهربائية. المزيد في سياق التقرير التالي. لصوص هوات سلاحهم دعاة وصلاة وتوكل على كلاليب ومقصات ونهاية مأساوية بلون السواد بين الأرض والسماء على رؤوس أعمدة وأبراج الطاقة الكهربائية لمن ساقهم العبث والكسب الحرام للوقوع بين براثن ثيار كهربائي لا يعرف المرحمة ولا الصفح والمغفرة عند المقدرة. الشركة العامة للكهرباء التي أعيتها الحيلة في حماية موصلاتها النحاسية من لصوص النحاس لجأت إلى استبدالها بمعدن الألمنيوم ولم تتمكن من حماية أبراج خطوط الطاقة ممن يعملون على إسقاطها، فلجأت إلى تثبيتها إلى الأرض بقواعد خرسانية مقاومة للزلازل. هي نفس الشركة التي أضيف عبء جديد إلى أعبائها متمثلا في إنزال جثث المصعوقين على خوازيق أعمدتها. عصابات متخصصة في سرقة الكوابل الكهربائية تدير شبكات وتستأجر عمالة وافدة للصعود إلى خطوط توزيع الطاقة وقطعها وجمع موصلاتها لتجد طريقا للتهريب خارج البلاد، مستغلة الأوضاع الأمنية المتردية وغض الطرف ومشاركة من ذوي النفوس المريضة بمكاسب صغيرة لقاء خسائر للدولة كبيرة. العامة للكهرباء تقدر خسائرها بما يفوق المليار دينار موزعة بين خسائر تجارية وأخرى فنية في وقت تتلقى فيه دعما بمليارات الدنانير من خزائن الدولة. الشركة تتهم المواطن بأنه لا يدفع، أما المواطن فيصف الشركة بأنها لا تنفع في برد الشتاء أو حر الصيف. قال المتحدث باسم مديرية أمن الكفرة محمد خليل أن مجموعات مسلحة مجهولة الهوية نفذت عملية خطف لثمانية طلاب كانوا في طريقهم إلى بنغازي، مرجح أن تكون ميليشيات تابعة لمكون تابو أو عناصر من حركة العدل والمساواة. وأضاف خليل أن التحقيقات لا زالت مستمرة لمعرفة الجهة الخاطفة، منوها إلى أن العصابة المشتبهة بتنفيذها للعملية كانت متمركزة بالقرب من محطة 400 بمنطقة تزربو. يشار إلى أن المختطفين طلبة يدرسون في مدن الشمال وغادر الكفرة إثر انتهاء إجازة العيد التي قضوها مع أهاليهم متوجهين إلى الشمال للالتحاق بأماكن دراستهم. قتل المواطنان حمد السنوسي وصالح عمر برصاص مجهولين في شارع جمال عبد الناصر بمدينة سبها مساء السبت. مصدر أمني أوضح أن المواطنين قد تعرضا لوبل من الرصاص بينما كانا في السيارة ولم تعرف أسباب القتل حتى الآن. الجدير بالذكر أن مدينة سبها تشهد عملية قتل وخطف وسطو وسرقة لأسلاك نقل التيار الكهربائي من الأعمدة، بالإضافة إلى العثور على جثث مجهولة الهوية في مكبات القمامة وبجانب الطريق العام. وعجزت الأجهزة الأمنية في حد مثل هذه الجرائم وبسط الأمن والاستقرار في المدينة رغم تأسيس غرفة أمنية مشتركة. أكد المجلس المحلي بنوليد أن المواطنين المصريين الستة الذين تم اختطافهم منذ قرابة 10 أيام موجودون الآن بمكان آمن وبحماية السرية الأمنية بنوليد، وتتم الآن إجراءات ترحيلهم إلى بلادهم. هذا وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان لها الأحد أن المصريين الستة محتجزون لدى السلطات المحلية في مدينة بنوليد شمال غربي ليبيا، لافتة إلى أنها تعمل حاليا على إنهاء إجراءات عودتهم لمصر. يشار إلى أن المصريين الستة استوقفتهم مجموعة مسلحة في الطريق الرابط بين مصراتة وبنوليد واقتادتهم إلى جهات غير معلومة. أكد السفير البريطاني في ليبيا بيتر مالت أن تقييمه للواقع في ليبيا غير دقيق كونه يتلقى المعلومات في مكتبه بتونس من سياسيين منخرطين بالحوار وهم لا يعيشون في البلاد.
ميلاد كشف خلال جلسة استماع لها أمام مجلس العموم البريطاني عن توجهه وتقامه للعمل من العاصمة طرابلس خلال الأسبوعين المقبلين، دون أن يحدد فيما إذ سيعاد فتح السفارة البريطانية في القريب العاجل من عدمه. وتطرق ميلت إلى ما وصفها بالعلاقة السيئة بين المهدي البرغثي وخليفة حفتر، مضيفا في حديثه أنه لا يستبعد تشكيل مجلس عسكري يضم خليفة حفتر. هذا وقال السفير البريطاني في ليبيا بيتر ميلت في تغريدة له على تويتر أنه سيتم نشر قطع من البحرية الملكية البريطانية قبالة السواحل الليبية لوقف تدفق الأسلحة إلى الإرهابيين، لا سيما ما يعرف بتنظيم الدولة. يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد وافق بالإجماع الشهر الماضي على قرار يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة، بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف لتصدي لعمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا. وفي الخبر الأخير، حيث واصل خفر السواحل الإيطالي السبت تنسيق عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط مستخدما سفنا إضافية من الأسطول الإيطالي والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس ومنظمة إنسانية. وذكرت وكالة رويترز أن خفر السواحل الإيطالي نشر مقطعا مرئيا يظهر أكثر من 100 مهاجر من بينهم 22 صبيا أثناء نقلهم من السفينة فينيكس التابعة لمنظمة ميغرانت أوفشور إيد ستيشن غير الحكومية إلى زورقين تابعين لخفر السواحل ليقوم زورقان بدورهما بنقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا. هذا وقالت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 71 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا، وأن غالبية الزوارق التي تحمل المهاجرين تنطلق من ليبيا ومصر حسب رويترز. أما الآن فإلى أبرز درجات الحرارة اليوم الغد. وإلى أبرز ما جاء في هذه النشرة. سرايا الدفاع البنغازية تسيطر على منطقتي سلطان والجداية غربي المدينة وتنفي أنباء أسر العميد مصطفى الشركسي. تسجيلات مسربة تظهر مشاركة دول غربية إلى جانب حفتر في حربه على بنغازي، والمؤتمر الوطني يقول بأن صمت أطراف في حوار سكرات بشأن مشاركة قوى أجنبية لدعم حفتر يجعلهم طرفا في هذه المؤامرة. مجلس شورى مجاهدي درنا يعلن إيقاف العمل بالمحكمة والشرطة حفاظا على أهل المدينة من قصف مجرم الحرب حفتر. وتبعتم أيضا العثور على جثمان شخص مجهول الهوية معلق على أعمدة الكهرباء كان يحاول سرقة الأسلاك الكهربائية بمدينة سبعة. ختام النشرة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.